مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن ألعاب توب توب، وتحديدا عن طريقة إنشاء حساب وتسجيل الدخول لهذه الألعاب. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركوا بالقناة، تفعلون إنجاز لايك للفيديو. أحد المتابعين أرسل لي أني ما أعرف هذه الألعاب، فحبيت أنه أعمل لكم تسجيل الدخول. طبعا قريت عنها، هي ألعاب وطريقة تواصل حالها حال بعض التطبيقات. الآن راح أدخل من داخل التطبيق أشرح. في البداية راح أدخل على الأبل ستور، ومثل ما تشاهدون تكتب توب توب، راح يظهر هذا الرابط، راح تدخل تحمله، وكاتبين هنا ألعاب ورسائل شات. بعدها بعد ما كمل التحميل راح تدخل عليه، راح تظهر هذه الواجهة. هنا مطالبة بعدم التتبع، فعندك اختيارات تسجيل دخول مع أبل، تسجيل دخول باستخدام الفيسبوك، وهنا أنا عندي عدة خيارات بالأسفل، راح أسجل عن طريق الرقم. حتى تسجل عن طريق الرقم راح تكتب الرقم بالأعلى وتعمل إرسال، راح توصلك رسالة على الرسائل أو على الواتساب. بعدها راح تخلي الكود اللي يوصلك الأرقام، وبعدها راح ياخذك الصفحة ثانية أنه تخلي كلمة سر، فتقدر تختار كلمة سر مكونة من 8 أحرف. بعدها راح ياخذك إلى صفحة أنه تعمل اسم. طبعا أنا وصلت هنا كلمة السر، بعد ما خليت كلمة السر راح أروح بياخذني على هنا. بعد ما أنشأنا كلمة سر التالي، هنا اسم، تكتب اسمك، وهنا تم، وهنا تختار الأفاتار مالتك، تبقى أنت براحتك. اخترنا هذا الأفاتار، تقدر طبعا تعدل عليه. بعدها ذكر والتالي، هنا إشعارات، تبقى السماح أو عدم السماح، تبقى براحتك. وهنا إكس، محتاج تكمل معلومات، وصار تسجيل الدخول. نظرة أولية على هذا التطبيق، هذا تطبيق ألعاب وتطبيق شات، مثل ما تشاهدون هنا شات موجودة. وأيضا هذا التطبيق توب توب يشابه تطبيق 3 اللي شرحت لكم عليه. طبعا الاثنين أعتقد تطبيقات صينية وإلى نفس يعني تابعين نفس المصدر. هذا اللي حبيت أشرح لكم عن طريقة التسجيل. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.